عود إلى المغرب، حيث تمكنت عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط صباح اليوم من إجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وحجز ما مجموعه 6300 قرص طبي مخدر كانت موجهة نحو المغرب انطلاقا من الأراضي الإسبانية. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم توقيف المتورط في هذه القضية وهو سائق من جنسية مغربية مباشرة بعد وصوله على متن رحلة بحرية قادمة من ميناء الجزيرة الخضراء بإسبانيا، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور على هذه الشحنات من الأقراص المهلوسة ملفوفة بشريط اللاصق في جسد السائق ومدسوسة بإحكام تحت ملابسه